أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: بفضل الله علي قمت بعمل عمرة لي، وأريد أن أعمل عمرة ثانية لي، فماذا أفعل؟ كما سمعت في الجواب الذي مر، كونك تجلس في المسجد الحرام للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والاعتكاف أفضل من تكرار العمرة لك أو لغيرك. نعم، وإذا أردت أن تنفع غيرك تدعو له، تكثر من الدعاء له والاستغفار له. نعم.